صباح الخير، مساء النور، يومكم جميل متابعيني الكرام. حلى كرات جوز الهند مغطى بالشوكولاتة أو بالمكسرات أو بجوز الهند الصافي، حلى راقي للمناسبات والأعياد. حلى كرات جوز الهند من الأصناف الراقية، طعمه حكاية، ريحته روعة، وشكله طبعا منتهى الجمال. حلى يدوب ذوبان في الأكل. قبل ما أبدأ الفيديو بفكركم لو عجبكم ادعموني بلايك، ولو أول مرة بتزوروا قناتي ادعموني بالاشتراك سبسكرايب، تفعيل الجرس، تابعوني. أمي شو. حلى كرات جوز الهند المعروفة عالميا باسم رافاييلو هي كرات من جوز الهند المبشور. هنعملها في البيت في مطبخنا بتكاليف مش مرتفعة، وفي نفس الوقت هتديني نفس الطعم. علشان اعمل حلى كرات جوز الهند طبيعي محتاجة جوز هند، انا استخدمت هنا حوالي نص كيلو، ممكن طبعا نقلل او نزود الكمية. معاهم كوباية حليب نفس حجم الكوباية، يعني تقريبا نص كيلو، وكوباية سكر متوسطة وممكن اقلله، 2 معلقة نيشا او كورن فلاور صغيرة، ومعلقة سمن، يفضل سمن مش زبدة. هبدأ اعمل كرات جوز الهند. احط معلقة السمن في طاسة على نار هادية، الكرات هتطبخ كلها على نار هادية، ما تنفعش نار عالية ابدا عشان انا عايزة احتفظ بلون جوز الهند. بعد ما اتأكد ان السمن ساحت خالص بنزل بجوز الهند الكمية كلها طبعا، واقلب كويس قوي لغاية ما جوز الهند يتشرب السمن ويختلط معاه كله. بتاخد حوالي من 4 لـ5 دقايق التقليبة دي، وبيكون جوز الهند بقى سخن طبعا، بحافظ على لونه على قد ما اقدر. بعد كده بجيب كوب اللبن انزل بيه ما عدا 4 أو 5 معالق من الكمية، هحتفظ بيهم هستعملهم بعد شوية. هقلب جوز الهند مع الحليب لغاية ما يتشربوا خالص، ما يبقاش فيه اي سائل. بعد كده انزل بالسكر واقلب باستمرار، انا بقلب على نار هادية، هقلب لغاية ما السكر يدوب مع جوز الهند ويندمج معاه كويس قوي ويبقوا حاجة واحدة. تيجي بعد كده الخطوة الثالثة، الخطوة الثالثة هتكون هجيب شوية اللبن اللي انا حجزتهم في الاول 4 أو 5 معالق، واحط عليهم 2 معلقة نشا الصغيرين، ادوبهم مع بعض، ومش محتاجة فانيليا طبعا، كفاية ريحة جوز الهند الروعة. هحطهم على جوز الهند النار هادية وتقليب مستمر، واقلب لغاية ما النشا ده يستوي وفي نفس الوقت يندمج مع جوز الهند ويبتدي يكون لي عجينة، شبه عجينة. هلاقي جوز الهند ابتدى يلتزق في بعضه، يبقى كتل كده سهلة التشكيل. قطعة ممكن اشكلها بسهولة. خلاص كده استوى، هقفي عليه، هسيبه في درجة حرارة المطبخ يبرد، مش هدخله الثلاجة، بس كمان مش هستعمله هو سخن، لازم يبرد. هسيبه يبرد خالص
وابتدي اجهز بعد كده الكرات، كرات جوز الهند او رافاييلو زي ما بنسميها في العالم. هجيب جوز هند مبشور، كمية قليلة طبعا انا هغلف بيها بس، وهجيب كمان جوز هند اخلطه مع كاكاو او شوكولاتة فارماسيل. هعمل الكرات من العجينة بتاعت جوز الهند واغلفها اما بجوز الهند الصافي او بجوز الهند المخلوط بالشوكولاتة. ممكن اعمل الكمية كلها بنفس الطريقة، الصنفين دول شوكولاتة وجوز هند صافي، وممكن اعمل اصناف تانية احط لها مكسرات، احط لها الحلويات الصغيرة شبه الفارماسيل الملونة. عايزة اقول لكم ان الكور دي بعد ما تدخل التلاجة في علبة مثلا هتمسك نفسها اكتر، انا دلوقتي بشتغل بيها وهي لسه في درجة حرارة المطبخ، لكن لما تدخل التلاجة هتبقى قطعة متماسكة. وممكن اقدمها في اطباق الكريشة الصغيرة واحدة واحدة، وممكن طبعا احطها في طبق واحد كبير. هخلص كل الكمية، بس انا ممكن اعمل هنا اضافة عملتها، هي ايه؟ ان انا هعمله في حشوة صغيرة من جوه كتغيير، طبعا كل واحد ممكن يتصرف. حطيت زبيبة قطعة واحدة من الزبيب او اتنين لو صغير، وهقفل عليهم وهبتدي احط عليها شوية فستق او لو في مكسرات او فول سوداني مجروش، وهكمل تغطية بجوز الهند كمان على اساس ان كرات جوز الهند بالاساس هي لجوز الهند. هكمل الكمية زي ما انا عايزة بالثلاث اشكال اللي انا عملتهم النهاردة، بجوز الهند الصافي او بالشوكولاتة او بالمكسرات، اي نوع من المكسرات. كده انا خلصت كرات جوز الهند، احطها في علبة في التلاجة لغاية ما تمسك نفسها كويس واقدمها. لو عجبكم الفيديو بفكركم تاني ما تنسوش اللايك، فضلا لو اول مرة بتزوروا قناتي ادعموني بالاشتراك سبسكرايب وتفعيل الجرس. شكرا للمتابعة، مع السلامة.